قائمة الأكلات الشعبية والأطباق الرمضانية في اللاذقية تتميز بالتنوع. المعروك أكلة شعبية تراثية ما يزال أبناء اللاذقية يحافظون على صناعتها. أكلة بتشتهر بشهر رمضان الكريم، بس الله يعيده علينا وعليكم بالخير يا رب. هي أكلة إنه بياكلها الصايم، بتعرفي لأنه جسمه بنقص للكربوهيدرات، بحتاج للكربوهيدرات والحلويات والسكريات. بيكون بياخذ الصايم يعني بشكل كبير، وبتكون صدقات يعني أكثر شيء بياخذوها الناس مشان توزع صدقات. في كثير أنواع. هلا صار كان أول شيء بس إنه سادة، بس هلا صار في كثير أنواع من المعروك. صار في جبنة، شوكولا، جوز هند وزبيب، نيوتيلا، صار في كثير شغلات يعني، في أوريو، في كثير شغلات، إيه. في تمر. هلا نحن أول ما منبلش بتحضيرها الصبح، منكون جاهزة المي السخنة، منكون مي دافية يعني، منحط مع الخميرة ومنحطها بالعجانة، منحط مع المحلب والحليب والسمنة، وبلش عجين تقريبا من نص ساعة لثلاث أرباع الساعة، بعدين بترتاح العجينة شي نص ساعة تقريبا، وبكون نحن مجهزين المكونات. المكونات هي السمسم وحبة البركة واليانسون، هي اللي بتنحط على الوش. بعدين بلش أول شيء منقطعها ومندعبلها ومندخلها على المخمر، بتضل تقريبا شي نص ساعة بالمخمر، بعدين منطالعها منفتحها بشكل قراص، واللي بده حشي منحشي مثل الجبنة والشوكولا وجوز الهند والتمر، هذا منحشي، وبعدين نرجع منخمرها مرة تانية، بعدين مندخلها على الفرن. بتتراوح شغل الفرن يعني تقريبا من ثلث ساعة لنص ساعة حسب السمك العجين لحتى ينشف، بعدين بنطلع منبردها وبنشرح اللي بده شرح وبنحشي وبنقدمه للصايم. التراث ذاكرة للأجيال، حيث تشهد محافظة اللاذقية تطويرا للكثير من الصناعات التي ترتبط بشهر رمضان الكريم. وكل عام وأنتم بخير.